فضيلة الشيخ عطية صقر، من هم أشهر من اعتنوا بالأحاديث النبوية جمعا ونقدا؟ من أشهر رجال الحديث الذين لهم كتب مطبوعة محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى 356 هجرية، مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى 261 هجرية، وكتابهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم، أحمد بن حنبل صاحب المسند والمتوفى 341 هجرية، أبو داود سليمان السجستاني المتوفى 375 هجرية، محمد بن عيسى الترمذي المتوفى 379 هجرية، محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة المتوفى 373 هجرية، أحمد بن شعيب النسائي المتوفى 303 هجرية، الدارقطني المتوفى 285 هجرية، الحاكم النيسابوري المتوفى 405 هجرية، البيهقي المتوفى 458 هجرية، الطبراني المتوفى 360 هجرية، ابن خزيمة المتوفى 311 هجرية، ابن حبان المتوفى 354 هجرية، وهناك موطأ الإمام مالك وفيه غير الأحاديث النبوية، والله أعلم.